السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا. تقوى الله جل وعلا فيها سعادة الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان بنو إسرائيل يغتسلون عراة، وكان موسى لا يغتسل معهم، فقالوا: ما منعه أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، أي به عظمة، أي به عيب في خصيتيه. فقالوا: ما منعه من أن يغتسل من معنا إلا أنه آدر. وكانوا يغتسلون عراة وينظر بعضهم إلى بعض، فكان موسى عليه السلام يعتزلهم ويغتسل وحده. ففي ذات يوم ذهب يغتسل ووضع ثوبه على حجر، فقفز الحجر بثوبه فتبعه ويقول: يا حجر ثوبي، يا حجر ثوبي. فأخذ ثوبه فنظروا إليه فقالوا: والله ما بموسى من بأس. ثم أخذ ثوبه وضرب الحجر. يقول أبو هريرة والحديث رضي الله عنه: والله إنه لندب به ستة أو سبعة من الضرب، أي أن موسى عليه السلام ضرب الحجر أقامه مقام العاقل، لأنه فعل فعل العقلاء، فر بثوبه وقفز بثوبه. هذا ما أشار إليه جل وعلا في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. رواه البخاري في الصحيح، وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وما كان على المسلم إلا أن يصدق ما قال الله وقال رسوله. إذا صح الحديث وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمن بذلك كله، فالله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لا يغرنكم قول بعض الزنادقة في هذا الزمان: كيف حجر يفر بثوب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أجراه الله الذي يجري الشمس والقمر والأرض والكواكب كل في فلك يسبحون، الذي يرسل الزلازل، الذي يرسل الطوفان، الذي يرسل الرياح تحمل جبالا من برد. أيعجزه جل وعلا أن يخلق حجرا ويأمره فيقفز بثوب موسى عليه السلام ليبرئ موسى عليه السلام؟ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ولكن أعداء السنة ما زالوا يشككون الناس، ما زالوا يشككون الناس بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنهم يأخذون بالقرآن دون السنة، والحق أنهم لا يأخذون لا بالقرآن ولا بالسنة. فلو كانوا يأخذون بسنة رسول الله، فلو كانوا يأخذون بالقرآن دون السنة لصدقوا كلام الله عز وجل الذي قال عن نبيه: وما ينطق عن الهوى
إن هو إلا وحي يوحى. عز وجل في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين. لو تقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما أقره الله عز وجل على ذلك، قال لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، والوتين عرق في القلب، إذا انقطع مات الإنسان. لكن الله عز وجل لم يأخذ بنبيه صلى الله عليه وسلم باليمين ولم يقطع منه الوتين، بل روى الأحاديث عن ربه تبارك وتعالى: فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، تحذيرا من الله جل وعلا للمؤمنين أن لا يؤذوا رسولهم كما آذى بنو إسرائيل موسى عليه السلام. وذلك لأن إذاء النبي صلى الله عليه وسلم من أكبر الكبائر. استمع إلى قول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا. إذاء النبي صلى الله عليه وسلم بتكذيب أحاديثه، أو بالتشكيك بأخباره، أو الطعن بأزواجه، أو الانتقاص من سنته، كل ذلك من إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وما زال علماء الإسلام يدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يريد هؤلاء شبهة إلا وقام لها العلماء. وذلك لأن الله عز وجل لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل له ورثة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. فلا تشك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله جل وعلا كما حفظ القرآن حفظ السنة، والذي نفسي بيده بأن الله عز وجل حفظ الدين كله، حفظه كتابا وسنة. فلو أراد أحد أن يعبد الله جل وعلا بالقرآن دون السنة ما استطاع، فعامة تفصيلات الأحكام والحلال والحرام كل ذلك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا نعرف في القرآن كم ركع نركع في اليوم، وما هي شروط الصلاة، وما هي مبطلاتها، وما هي أوقاتها، لا نعرف كيف نتوضأ، ولا كيف نصوم، ولا كيف نزكي. كل ذلك ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. كيف؟ وقد قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فلو لم يحفظ الله جل وعلا السنة فكيف نأخذ بها بما أمرنا الله عز وجل؟ كيف وقد قال الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا؟ كيف نقتدي برسول الله؟ كيف يكون لنا أسوة حسنة والسنة ضاعت والأحاديث ضاعت؟ إذن كيف نقتدي برسول الله؟ ربنا في القرآن يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. كيف نتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وضاعت السنة؟ هذا لا يمكن. والله عز وجل يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كيف نطيع الرسول صلى الله عليه وسلم إذا ضاعت السنة؟ والله عز وجل يقول في القرآن: من يطع الرسول فقد أطاع الله. كيف تضيع السنة والله جل وعلا يحذرنا من مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فوالذي نفسي بيده، لقد حفظ الله القرآن والسنة حتى يبقى هذا الدين. أيخلقنا الله عز وجل لعبادته؟ فيقول: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ولا يمكن أن نعبده إلا بالسنة، ثم تضيع السنة، إذن كيف يأمرنا الله بما لا نطيق؟ والله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لو ضاعت السنة لكان الله كلفنا بالعبادة ونحن لا نسع ذلك، لكن الله عز وجل حكيم، لكن الله عز وجل رحيم، فحفظ القرآن والسنة حتى يعبد جل وعلا حق عبادته. أما موسى عليه السلام فكان عند الله وجيها، وهذا الشأن كله الشأن. قال: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. الشأن كل الشأن،
أن يكون العبد عند الله، عند من؟ عند الله وجيها، له منزلة، له مكانة عند الله تبارك وتعالى. لو الناس جهلوك جميعا، ما عرفوا من أنت ولا سمعوا بك ولم يبقى لك أثر، لكنك معروف عند الله، لكنك وجيه عند الله عز وجل، فهذا الشأن كله. استمعوا إلى قول الله عز وجل: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، منهم من قصصنا عليك، وهم 25 رسولا قصهم الله في القرآن بين قصة مطولة ومختصرة، ولكن ومنهم من لم نقصص عليك. كم من رسول وكم من نبي مرضي عند الله عز وجل لم يذكر في القرآن ولم يذكر في التاريخ، لكنه معروف عند الله. فالشأن كل الشأن أن تكون لك منزلة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. أن تكون تقيا عند الله عز وجل، لا عند الناس، لا للسمعة والرياء، لا لتمتدح، لا لتذكر في القصيد، لا تذكر في المجالس، لا لأن تكون لتفتح لك الأبواب وتمشي المعاملات، لا، أن تكون عند الله. فقال جل وعلا عن عيسى بن مريم عليه السلام: وجيها في الدنيا والآخرة. وقال عن موسى عليه السلام: وكان عند ربه، عند الله وجيها. وهكذا يحرص المسلم أن تكون له منزلة عند الله. ولكن كيف يعرف العبد أله منزلة عند الله أم لا؟ سؤال وجيه. كيف يعرف نفسي أنا عند الله لي وجاهة ولا لا؟ عندي لي منزلة عند الله أم لا؟ أجاب على هذا ابن القيم رحمه الله تعالى، فقال: إن العبيد يعرفون مكانتهم عند سادتهم بحسب ما يسند إليه من الأعمال. دعونا من العبيد اليوم، الموظف إذا كان مهما في مكانه، يكون هو السنتر، هو الدينمو، هو الكل بالكل في العمل، في الوظيفة، في هذا المكان، في هذه الشركة، في هذا القسم، هذا مهم. لو غاب هذا أو سافر لتعطل العمل. هذا رجل مهم لأنه العمل يدور عليه. ولكن لو كان واحد من الموظفين، من عرض الموظفين، غاب ولا حي ولا ميت ما علموا عنه، هذا ما له منزلة ولا مكان في العمل، في هذا العمل. فأنت يا عبد الله إذا رأيت نفسك في طاعة لله عز وجل، إذا رأى العبد نفسه في صلاة، في جهاد، في سعي على أرامل ومساكين، في قراءة القرآن، في فضيلة، في بر للوالدين، في صلة الأرحام، له مكانة، له فزعة، عنده فزعة، عنده معروف، عنده أمر، عنده طاعة، عنده استقامة، هذا دليل على أنه له منزل عند الله عز وجل. أما أن يكون مع البهائم، أو يسهر الليل على المعاصي، أو يكون متقدما في لعب الورق والقيل والقال، أو معاكسة النساء، أو يحفظ أسماء الفنانين والفنانات والساقطين والساقطات، هذا ما له منزل عند الله عز وجل. هذا وجوده وعدم سواء. استمع: وكان عند الله وجيها. أن تكون وجيها عند الله عز وجل. وهذا بيدك يا عبد الله، أن تسعى لتكون لك وجاهة عند الله، منزلة عند الله. إن أكرمكم عند الله يتقاكم. اسعى لتقوى الله عز وجل، اسعى للاستقامة على أمر الله عز وجل. شتان بين أن يشغل إنسان نفسه بالليل والنهار في طاعة الله، وبين من يسهر الليل على القيل والقال وعلى اللعب، يغضب لغير الله ويرضى لغير الله ويعادي لغير الله ويوالي لغير الله ويحب لغير الله ويبغض لغير الله. وذلك المؤمن الذي لا يهمه إلا أن يرضي الله عز وجل، يصبح ويمسي وهمه كيف ينال رضا الله عز وجل. هذا إذا أقدم على الله أقدم الله عليه. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد. تفكيره الأكبر كيف يلقى الله عز وجل وهو راض عنه، كيف يلقى الله عز وجل يدخل جنته وينجو من ناره، كيف يلقى الله عز وجل ويحشر في زمرة المتقين. همه الأكبر هم المعاد. قال عليه الصلاة والسلام: من جعل الهموم همًا واحدًا هم المعاد فرج الله عنه سائر الهموم، ومن تشعبت به الهموم لم يبال الله عز وجل به في أي واد هلك، لأن ما له منزل عند الله عز وجل. وكان عند الله وجيها. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعد، أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: رب رجل أشعث أغبر مدفوع في الأبواب، ما في أحد يرحب فيه، ولا أحد يفتح له الأبواب، ولا أحد يعمل له حساب، لكنه لو أقسم على الله لأبره، عند الله له مكانة. لو أقسم على الله: يا رب أقسمت عليك أتفعلن كذا وكذا، لأبر الله قسمه. وهو أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، إذا خطب لم يزوج، وإذا قال لم يسمع له، لكنه آخذ بعنان فرس في سبيل الله، يطيع الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى له، طوبى لرجل آخذ عنان فرس في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. أشعث أغبر لدفوع بالأبواب، لكنه لو أقسم على الله لأبره. هكذا يسعى العاقل في هذه الأيام القليلة من حياته، وما متاع الدنيا إلا قليل. قل: متاع الدنيا قليل، هي أيام وليالي، أيام وليالي، شئت أم أبيت. لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لست أنا ولا أنت، لن يبقى أحد في هذه الدنيا، فالسعيد من جعل أيامه ولياليه في طاعة الله عز وجل، السعيد من جعل لنفسه منزل عند الله عز وجل، السعيد من تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، يبدل الله سيئات حسنات. أرأيت ما فرطت فيه من عمرك في سفرك وحضرك والقيل والقال؟ لو أنك تبت إلى الله عز وجل التواب لبدل الله جل وعلا سيئاتك حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لو أشرك العبد بالله جل وعلا وقتل النفس التي حرم الله وزنى ثم تاب إلى الله عز وجل لتاب الله عليه. قال جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس الذي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما وضاعف له العذاب يوم القيامة. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. لا يغرنك الشيطان الغرور فيقول لك: الله لا يتوب عليك. هكذا يأتي الشيطان إلى بعض الناس فيقول: الله لا يتوب عليك، تكرر الذنوب وتكرر وتزعم أنك تتوب، ثم تأتي مرة أخرى وتفعل، فيعيشك من رحمة الله عز وجل. والله يقول في كتابه: قل يا عبادي، نداء عام، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، لم يدعوا المتقين ولا المحسنين، وإنما الذين أسرفوا على أنفسهم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغيرا، واجمعنا وإياهم في جنات النعيم. اللهم ارفع عنا البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا البلاء. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.